اللاندسكيب ده هو طبعا المساحات الخضراء عموما والارضيات، ده كله ده الحمد لله اللي حوالين المتحف اللي تم حوالين تطويره المتحف. طبعا حلو. المتحف تم تطويره بالحديقه الملحقه بيه ومعمول فيها لاندسكيب على اعلى مستوى. المتحف يعني من اغنى متاحف العالم في المحنطات الحيوانيه، ويعني شخصيات كبيره جدا سواء عالميه او يعني من داخل مصر جاءت زارت المتحف واثنت عليه، والناس كلها يعني مستمتعه بالمتحف. تمام، ايه النصائح اللي حضرتك تحب توجهها للجمهور؟ هو الحقيقه هل في يعني عدد معين هيخش؟ يعني هل في اعداد معينة هتخش ولا؟ في تحديد كثافة، ده برضو سؤال مهم جدا من ضمن الإجراءات الاحترازية، إن في تحديد كثافة إحنا مزودينها في العيد شوية توصل يمكن ل 7000 زائر. يعني مجرد ما نوصل للعدد ده هيبقى في دخول على قد الخروج، فيعني كإجراء احترازي. وعندنا البوابات الحقيقة متباعدة عن بعضيها، بتضمن يعني توزيع متجانس لجميع الزائرين، وبتضمن تباعد اجتماعي إجباري عن طريق البعد البوابات عن بعضها. بحب اوصي الزائرين طبعا بالالتزام بالاجراءات الاحترازيه، الناس ما تزعلش انها مش هتدخل من غير كمامه، دي ما تزعلش الناس، الاجراءات الاحترازيه هامه جدا. بوصي الناس على منظومه النظافه داخل الجنينه، احنا هتدخل تلاقي الجنينه نظيفه، من فضلك حاول انك انت تجمع المخلفات بتاعتك وترميها في اقرب نقطه تجميع مخلفات. يعني الترابيزات اللي تقعد عليها حاول تبقى تسيبها نظيفه للي بعدك، لازم منظومة النظافة نحافظ عليها. أيضا الحفاظ على الآثار، احنا عندنا أماكن أثرية مهمة جدا، ما نتسلقش على الآثار ونقعد نكتب عليها والحاجات اللي بتحصل السلبية دي، لأن ده هيتم تطبيق القانون فيها، ويعني أي إجراء مخالف عندنا نقطة الشرطة داخل الحديقة وبيتم إجراء اتخاذ الإجراءات القانونية كلها. ومهم برضو أوصي على التعامل مع الحيوان نفسه، يكون من خلال تعليم الرفق بالحيوان ومن تعليم الأديان السماوية، ولازم يعني ما نرميش حاجة على الحيوان، نتعامل مع الحيوان برفق، نتعامل مع الحيوان على إنه صديق لنا وشريك لنا في البيئة اللي احنا عايشين فيها. تمام، أخيرا بقى يا دكتور،